ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. شريهان انت نمتي؟ اه. امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتي ومليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مشت 2 3 4 شد 2 3 4، مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانية والمديتيشن حاجه ثالثه، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التأمل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي
لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استفها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد، لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه، الله يمسكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لو كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ده السفلى عشان انت العليا. حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه. كل حد هيشوفك هيقولك شيرين ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه. ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضة هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني. حيوانة. انت بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر اعمل يا عم بيبي. يا هبله يا بنت الهبله. استنوا بقى لما اكلمه. الو. ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هتاخدي. خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بص يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتديله ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجر كده. اخده على حجر ايه يا حيوانه انت؟ يا ستي انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورق. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان. يا جماعه انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع، انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين دبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نيسان اللي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم.
يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف ما اعرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي. خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل عالباشا. بس هنا يا استاذ. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقبنا الجو، لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا. احنا هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهان خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شويه؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي في سبيس بيني وبينك. فاهم يعني ايه سبيس؟ ايوه فاهم طبعا، ما انا عندي كمبيوتر. سبيس يعني مسطره. الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده. هاتي الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي. انت غبي غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا يا سيف. آه! يا عم خضتني. انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني انت يا زفت. ايه لقيته حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بت يا نونة. اولا انا مش بت ومش نونة، يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو؟ هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وأنت ما تقبليهوش.
انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفه. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروف. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت. ياه، ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زرز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل. الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك. الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. يس. ازيها ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. يلا نرسي زيزو. ازيها؟ بس مش الدرجه دي. Thank you.
برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، وتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا واد يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحده 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 واحدة واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب، انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلب نفسك يا ده أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدك هايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده أنت وهو. وخليني أتنقل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهارده. هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه،
عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتي كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساحه وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعة الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بودو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. حلو، اتحرك. هاني استنى هاني.